2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات. المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروسي. أوامره بانطلاق عمليات الفحص والعلاج بالمجان لكل المصريين في مبادرة حملت اسم 100 مليون صحة. نجحت المبادرة في فحص حوالي 80 مليون مواطن، بالإضافة إلى علاج 3 ملايين مصاب، لتبلغ نسبة الشفاء منه 98.6%. بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الاكثر اصابة بفيروس الفيروس سي، بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي بشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الاقل اصابة بهذا الفيروس. لاحقا توالت نجاحات 100 مليون صحة، حيث أنهت عددا ضخما من قوائم الانتظار، تمثل في علاج 1,370,000 مريض بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه تقريبا. فيما بعد توالت إنجازاتها على أصعدة أخرى، مثل دعم صحة المرأة المصرية والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس. مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وسط تلك التحديات الصعبة وجدت الدولة المصرية نفسها في مواجهة تحدي وجودي، وهو فيروس كورونا. خرجت التكليفات الرئاسية بتعليمات محددة وواضحة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأطقم الطبية وتوفير اللقاحات المختلفة التي أسهمت في تحجيم انتشار هذا المرض الفتاك، حيث تلقى 48 مليون مواطن تقريبا الجرعة الأولى، في حين حصل حوالي 35,603,000 مواطن على الجرعة الثانية. وقد استطاعت مصر خلال مراحل لاحقة تصنيع لقاحات كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.